أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الجمع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة، حيث تختتم وزارة الأوقاف أسبوعها الرابع الثقافي، والذي يأتي ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف لنشر الوعي الوسطي ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وذلك في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، إيماناً منه بما للثقافة من أهمية في نشر الفكر الوسطي وفي القيام والنهوض بوطننا الحبيب مصر. وكثيراً ما نقول ونكرر: إنسان مثقف إنسان يعرف الله سبحانه وتعالى، إنسان مثقف إنسان يحب وطنه ويحب بلاده ويحب جيرانه ويحب مجتمعه ويحب زملائه، لأنه إنسان مثقف مستنير حضاري. قبل أن نبدأ هذا اللقاء، نقدم تعازينا لإخواننا في وطننا الحبيب في فاجعة حادثة كنيسة أبو سفين بإمبابة ببلادنا الحبيبة مصر، كما نقدم أرق التهاني لرائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، على ثقة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في معاليه وتوليه وزارة الأوقاف، فتحية إجلال وتعظيم إلى هذا الرجل الذي يقوم على نشر الفكر الوسطي المستنير في بلادنا الحبيبة مصر، والذي يعمل على تعمير بيوت الله عز وجل. وها هي مساجدنا الحبيبة في وطننا الحبيب مصر، وقد استعادت دورها كاملا بعد أن مررنا بمرحلة الحمد لله أننا خرجنا منها بكل نجاح، مرحلة ابتلي بها العالم أجمع، وهي هذا الوباء، وباء كورونا. وخرجنا والحمد لله من هذا الابتلاء ومن هذا الاختبار بقوة، وها هي مساجدنا الحبيبة في وطننا الحبيب تصدح بتلاوة القرآن الكريم وبالدروس وبالابتهالات وبالتعليم وبالثقافة لتنير العقول وتنشر سماحة الإسلام ووسطية الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، معنا في هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك هذه الليلة
والذي يدور حول موضوع هام، وهو موضوع حق الطفل والرعاية الكاملة للطفل من منظور إسلامي، ويحاضر فيها علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر ومن أعلام وقيادات وزارة الأوقاف. معنا متحدثا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، علمان مفكران قياديان في هذا اللقاء الطيب الذي يحضره كوكبة من وزارة الأوقاف ومن قيادات وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، فضيلة الدكتور ربيع غازي مفتش مساجد إدارة شرق مدينة نصر، فضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، الذي ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك من رحابه. كما يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من أهالي حي مدينة نصر ومدينة القاهرة ووطننا الحبيب مصر. معنا قارئا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، ونختتم هذا الحفل الطيب المبارك وهذا اللقاء الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد طنطاوي. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة. من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. مع أطيب الذكر، مع أحلى الكلم، نبدأ هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة بوطننا الحبيب مصر، مع فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب
إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله يفتح عليك وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صدق الله العظيم. إلى الله تصير الأمور، صدق الله العظيم. حقا أيها الأحبة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الذي يأتي ختاماً للأسبوع الرابع من أسابيع الثقافة
التي تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، لقاء اليوم يدور حول موضوع هام، وهو حق الطفل في الرعاية الكاملة. وتعد حقوق الطفل من أهم ما اهتمت به الشريعة الإسلامية، حيث اهتم الإسلام بالطفل من قبل أن يولد، حيث يقول الإمام الموردي: من أول حق الطفل على أبيه أن ينتقي أمه، ثم تتوالى الرعاية من الإسلام، الرعاية بالطفل جنيناً مولوداً طفلاً وهو حملاً في بطن أمه، توجيه الإسلام للأم برعاية ذلك الحمل، ثم برعايته رضيعاً، ثم كيفية فطامه، ثم كيفية إطعامه، ثم كيفية تربيته، ثم كيفية تنشئته. كل ذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم به الإسلام، واهتمت به شريعتنا الغراء. ومعنا اليوم علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، علمان وقياديان ومفكران من أعلام الدعوة ومن أعلام القيادة في وزارة الأوقاف ومن مفكري وزارة الأوقاف، ليتحدث في هذا الموضوع الهام حول الرعاية الكاملة للطفل. أيها الأحبة، إن النجاح لا يأتي من فراغ. معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله تعالى، عندما يجدد له في وزارة الأوقاف فإن ذلك ليس من فراغ، إنما هو النجاح أحباب رسول الله. ها هي مساجدنا الحبيبة عادت لنشاطها بقوة في كافة المجالات، وها هي وزارة الأوقاف من خلال جميع القنوات المقروءة والمسموعة والمرئية تعمل على نشر الفكر الوسطي، وعلى نشر سماحة الإسلام، وعلى وسطية الإسلام، وعلى نشر الثقافة بين أفراد هذا المجتمع وهذا الوطن الطيب الحبيب مصر الغالية. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى علم من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، ومن مفكري وقادة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل. أحمدك يا الله حمد الشاكرين، وأشكرك شكر الحامدين، وأستلهمك فأنت الملهم، وأطلب مددك فمنك المدد وعنك المدد. اللهم لا علم لأحد إلا من علمك، فمنك العلم.
ولا خير لأحد إلا من خيرك فعنك الخير، ولا فضل لأحد إلا من فضلك فبك الفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. إن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليست تحصى تغفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أموراً تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخف من الملكين رعبا، وإن سألاك فقل محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الحشر والقرار، ثم ما بعد. في الحقيقة إنني لفي سعادة غامرة في أن أكون معكم ومع أبنائنا من الأطفال متحدثا عن حق الطفل في الرعاية الشاملة. وهنا نتقدم بخالص الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أطلق الأنشطة الصيفية للطفل بالمساجد، وأطلق مبادرة حق الطفل، وذلك كله لأن الإسلام اهتم اهتماماً بالغاً بمرحلة الطفولة. وأبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى فأقول دعاء الصالحين في كتاب الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إننا لو أردنا أن نضع إطاراً وحدوداً لقضية حق الطفل، نستطيع أن نقول هو احترام وتقدير وقداسة لهذه المرحلة من عمر الإنسان. فالشريعة الإسلامية قدرت الطفل واحترمته وجعلت لهذه المرحلة قداسة، احترمته قبل أن يوجد، احترمته وهو رضيع، احترمته وهو في بطن أمه، احترمته في مرحلته، فجعلت له حقوق وجعلت له واجبات. من هذه الحقوق الحق في الوجود والحق في الحياة. فحرم الإسلام الإجهاض، ثم أمر الإسلام بإبعاد الأطفال عن أماكن الخطر حماية لهم، وحرم الإسلام استخدام الأطفال في الحروب، لا كما تفعله الجماعات المتطرفة باستخدام الأطفال في الحروب. من ضمن الحقوق الحق في التعليم، الحق في التعليم كعملية شاملة، تدريب ومعلومات وأسئلة وملكات، جعلت له حقاً أساسياً في اللعب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع انشغاله بهموم الأمة، مع انشغاله
بعبادة الله وحده، مع انشغاله بعمارة الكون، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعب مع الأطفال وكان يلعب مع أحفاده، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في الصلاة في يوم من الأيام فسجد، فركب سيدنا الإمام الحسن على ظهره فأطال في السجود، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لما أطلت في السجود يا رسول الله؟ قال: إن ابني ركب على ظهري فخشيت أن أزعجه. هذه هي الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصلاة في فريضة من أعظم فرائض الإسلام يخاف أن يزعج الطفل الصغير وهو فوق ظهره فيطيل في السجود. توقف الفقهاء عند هذا المعنى فقالوا: الطفولة توقف الأفعال والأحكام، الطفولة توقف أفعالاً وأحكاماً. أما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على منبره في يوم من الأيام فرأى الحسن يتعثر بين الصفوف فنزل من على المنبر وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالطفولة لها مكانتها في دين الله، ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين، واسمعوا إلى هذه المقولة الجيدة: ينبغي أن يؤذن الصبي بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً وأن يستريح من تعب الدراسة، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي الصغير من اللعب وإرهاقه بالتعليم يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص من التعليم. نعيدها تاني: ينبغي أن يؤذن الصبي بعد الانصراف من الدراسة أن يلعب لعباً جميلاً وأن يستريح من تعب الدراسة، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي الصغير من اللعب وإرهاقه بالدراسة والتعليم فقط يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص من التعليم. أيها الآباء، أيتها الأمهات، رغم كل المشاكل والأعباء الحياتية والهموم الحياتية، اجعلوا لأولادكم مساحة عندكم، املأوا فراغا عندهم يعيشوا في أمن وأمان. لا تجعلوا دوركم ينحسر في مجرد الطعام والشراب. أروا أولادكم من أنفسكم جميع الأدوار، أروهم وأنتم تصلون وأنتم تتعبدون وأنتم تتسامرون وتتكلمون وتتحدثون، أروهم أنفسكم وأنتم تلعبون معهم. إذا حدث ذلك سينبت طفلاً متوازناً في حياته، الطفل الذي يعيش حياةً متوازنة روحياً ودينياً وتعليمياً يكون طفلاً متوازناً غير معقد. وانظروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع يتمه
وتعبه في الحياة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أدبه ورباه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أدبه ورباه وقيد له أهل الفضل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى أهل الفضل في حياته، حتى من نظر إليه نظرة حانية فقد قيد له الحق سبحانه وتعالى بعد وفاة أبيه وأمه، عم أبو طالب السيدة حليمة السعدية، قيد له السيدة فاطمة بنت أسد، قيد له كثير رعوه في وقت ومرحلة طفولته صلى الله عليه وآله وسلم. فلم ينسى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميلهم. فالسيدة فاطمة زوج عمه أبو طالب لما حانت وحان وقت وفاتها نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفر قبرها بيديه الشريفتين، ونزل في قبرها ثم أخذ يقول: اللهم ارحم أمي فاطمة، اللهم ارحم أمي فاطمة. فسألوه: لماذا تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: لقد أحسنت بي صنعا بعد عمي، لقد أحسنت بي صنعا بعد عمي. عباد الله، تعلموا وعلموا أولادكم حقوق الأطفال، تذكروا بكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى كلمة العالم الجليل فضيلة الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف ببلادنا الحبيبة مصر. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك من هنا، من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة، حيث اليوم تختتم وزارة الأوقاف الأسبوع الرابع من الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف في مساجد مصر الكبرى، إيماناً من وزارة الأوقاف بأهمية الثقافة وبنشر الوعي وبنشر الفكر بين أفراد المجتمع وهذا الوطن الحبيب. وحقيقة استمتعنا بهذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور محمد عزت محمد، التي تحدث فيها عن رحمة الإسلام بالطفل واهتمام الإسلام واهتمام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالطفل، وضرب لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الاهتمام والحنان والرفق بالطفل. يدخل عليه رجل صلى الله عليه وسلم فيجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين حنانا ورحمة ورفقا منه صلى الله عليه وسلم، فيتعجب هذا الرجل ويقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أتقبل طفلا؟ تقبل طفلا؟ والله إن لي عشرة من الأولاد أطفال، أولاده، ما قبلت أحدا منهم،
فينكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصفه بقساوة القلب. هذا هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع الأمثلة في الاهتمام بالطفل والعناية بالطفل. ومما أعجبني في كلمة فضيلة الدكتور محمد عزت حفظه الله وزاده الله علما وزاده تواضعا، هو ما أشار إليه علم النفس الحديث بأن تترك لطفلك مساحة واسعة من اللعب الطيب، اللعب المحبب، اللعب الذي تشرف عليه وتعلم أنه ينمي في طفلك قدرات. أما أنك تجعل اليوم كله ممتلئاً بالدروس وبالحفظ وبالعناء للطفل حتى ينتهي اليوم ولا يأخذ الطفل حقه ولا حظه من اللعب واللهو المباح الذي يساعده على تجديد نشاطه وعلى استيعاب دروسه وعلمه. مرحلة الطفولة أحباب رسول الله مرحلة هامة، من منا لا يذكر أساتذته في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة والمرحلة الابتدائية، من منا لا يذكر أساتذته؟ من منا لا يذكر من كان يجلس بجواره على الناحية اليمنى أو اليسرى من زملائه في هذه المرحلة؟ مرحلة هامة في حياة الإنسان. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى علم من أعلام الدعوة في بلادنا الحبيبة مصر، ومع قيادي من قيادات وزارة الأوقاف ومفكر من مفكري وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء صنع وما شاء خفض ورفع وما شاء أعطى ومنع، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على ثقته الغالية في معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة واستمراره وزيرا للأوقاف. الشكر موصول أيضا لمعالي الوزير على رعايته لهذا المنتدى الثقافي ورعايته للأنشطة الدعوية في ربوع جمهورية مصر العربية. والشكر موصول لإمام المسجد زميلنا العزيز ولمجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال. أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم.
والشكر موصول لكم على حسن الاستماع. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وبعد، سأدندن في دقائق معدودات حول الآية التي تليت على مسامع حضراتكم في بداية التلاوة. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وهنا نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى: أنه لا شيء يجري في الكون إلا بإرادة الله. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لا شيء يجري في الكون إلا بإرادة الله. من كمال الإيمان أن أؤمن بذلك، أن المقادير تجري بيد الله. الأولاد رزق، والمال رزق، والصحة رزق، والعلم رزق. فإذا أعطاك الله رزقا فمن كمال الإيمان والأدب مع الله أن أشكر الله عز وجل على هذا الرزق. الأولاد رزق، وربما منع الأولاد رزق، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكما جاء في قصة الخضر أو الرجل الصالح: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما قتل الولد قتله لعلة، خشي أن يفسد إيمان والده ووالدته. يبقى إن أعطاك الله الولد فهذه نعمة من الله، وربما لو منع عنك الولد ربما كان في ذلك حكمة تصب في صالحك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لماذا نتمنى ونطلب من الله الولد للغاية التي من أجلها خلقنا الله؟ الله خلقنا للعبادة والطاعة وعمارة الكون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى النية استمرار النسل، النية من استمرار النسل تحقيق العبودية لله وعمارة الكون. ونتعلم من الأنبياء والرسل حسن الأدب مع الله في طلب الولد. قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم حينما تمنى الولد، لما بلغ من الكبر سنا معينا وتمنى الولد، ماذا قال؟ يا رب اديني ولد وخلاص؟ لا، قال: رب هب لي من الصالحين. أنا عايز ولد، ولد يكون صالح أنتفع به في دنياي وفي أخراي. في الدنيا يكون لي خير عون وسند، وفي الآخرة ولد صالح يدعو له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. لذلك قال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فجاءت البشرى من الله. بشريات: غلام وذكر ومن الصالحين. هذا لمن تأدب مع الله وأيقن أن المقادير تجري بيد الله وتمنى الولد الصالح. سيدنا زكريا عليه السلام لما رأى عجائب صنع الله عز وجل مع السيدة مريم ماذا قال؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. ده نتاج التربية الصحيحة، لأنه من ضمن حقوق الأبناء على الآباء التربية الصحيحة، التربية على العقيدة الإسلامية السوية، التربية على حب العبادة، التربية على بر الوالدين، التربية على حب الأعمال الصالحة. والسيدة مريم هي نتاج ذرية صالحة، نتاج
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أم السيدة مريم ماذا قالت؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي ها إني نذرت لك ما في بطني ولد ذكرا كان أم أنثى. يبقى نعلم أنه من كمال الإيمان ومن حسن الأدب مع الله أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره في كل الأرزاق، سواء كان رزق الأولاد أو المال أو العلم أو الصحة. ثانيا، إذا تمنينا الذرية فلنتمنى الذرية الصالحة التي تعيننا على أمر ديننا ودنيانا وننتفع بها في دنيانا وفي أخرانا. طيب، لما تمنى سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة في أي شيء وفي أي مكان، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ولد وذكر مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى تدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك الولد. الله من عليك وأعطاك الولد، ولا شك أن هذه هبة من الله، عطية من الله بلا عوض. الهبة عطية بلا عوض، لكن تأدبا مع الله العوض هنا يكون بشكر المنعم الذي أنعم عليك بالزينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمن حسن الأدب ومن كمال الإيمان أن يشكر الإنسان رب العالمين على هذه العطية. والشكر يكون بحسن التأديب، الشكر يكون بحسن التأديب، إن أنا أربي ابني على القيم والعادات والأخلاق الطيبة. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على مائدة الطعام وأمامه غلام، فتطيش يد الغلام في الصحفة، يعني مد إيده في مكان مش قدامه، فأراد النبي أن يعلمه وأن يعلمنا نحن كيف نعلم أبناءنا الأدب عند تناول الطعام، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. خلي بالك، الأولاد دول زي ما هم هبة وعطية ونعمة، ربنا هيحاسبك على تقصيرك معاهم. أشوف سيدنا النبي والولد لسه صغير كده علمه ازاي ياكل وازاي يشرب، ويقول لسيدنا عبد الله بن عباس وهو خلفه على الدابة: يا غلام إني أعلمك كلمات. عايز يربيها على العقيدة الإيمانية الصحيحة. علم ده ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي يتعامل، وعايز يعلم ده، عايز يعلم سيدنا عبد الله بن عباس العقيدة الصحيحة: إذا سألت فاسأل الله. ده بيعلم الغلام الصغير وبيعلمنا احنا الثقة في الله وحسن الظن في الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أهو تربية. يبقى من حق الولد الدعاء بالذرية الصالحة لما يتولد، إن أنا أربيه كويس وإن أنا أعلمه كويس، وأفضل علم أقدمه لأبنائي أن أعلمهم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن الخير كله في الدنيا والآخرة في تعليم وتأديب أبنائنا على كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا فيه أن الأبناء مسؤولية وسنحاسب على حسن تأديبهم وتربيتهم على تربية سوية. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا. اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا وأعنا على تربيتهم
بالتربية التي ترضيك وترضينا يا رب العالمين. الشكر موصول لكم على حسن استماعكم، دائما نلتقي على الخير وفي الخير، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه هي مصر العامرة، وهؤلاء هم علماؤها الأفاضل، حفظهم الله وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، وسترها بستره، ونصرها بنصره، ورزقها برزقه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن عناية الإسلام بالطفل، ورعاية الإسلام بالطفل، بدءاً من كونه جنيناً في بطن أمه إلى أن يكون غلاماً. واستعرض مواقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه المواقف، مع الطفل ومع الغلام. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الجمع الحضور، موضوع اليوم هو حق الطفل في الرعاية الكاملة، ننقله من هنا من رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة. والآن ندرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد التواب. عفوك ورضاك يا رب، يا رب، يا قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. الله يفتح عليك. لأن عني فعينك عن عبادك لا تنام. يا سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله، لا بعد إلا هو. سبحان
كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله، لا بعد إلا هو رب الوجود تعالى، تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه. انظر، تأمل، تفكر، سوف تدركه في كل شيء. وتوقن أنه الله، فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا فضيلة الشيخ محمد عبد التواب، وهو من العاملين في هذا المسجد بالدعوة من وزارة الأوقاف. حقيقة هذا اللقاء الطيب المبارك، بدءا من الاستقبال كما ذكر فضيلة الدكتور خالد صلاح، إلى التنظيم، إلى الحضور، إلى الأطفال البراعم، إلى هذه الكوكبة من وزارة الأوقاف الحاضرة معنا، والتي يتقدمها فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، وفضيلة الدكتور ربيع غازي مفتش مساجد إدارة شرق مدينة نصر، وإمام وخطيب هذا المسجد المبارك فضيلة الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ محمد عبد التواب، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي وختام الأسبوع الرابع الثقافي من الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة المشاهدون، يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى يوم السبت القادم في مسجد من مساجد مصر العامرة، لتنشر وزارة الأوقاف المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف،
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لتنشر وزارة الأوقاف الثقافة والفكر والوعي، الفكر الوسطي وإسلامنا الحنيف الذي يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى يوم السبت القادم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. كان معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، وكان معنا من المتحدثين فضيلة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة. حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.